خلال ندوة الإعلام والوعي والتنمية التي أقيمت بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اليوم بالتعاون بين وزارة الأوقاف ونقابة الإعلاميين ومشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظ جنوب سيناء، ثمن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشراكة مع الأعلى لتنظيم الإعلام في عقد الندوات المشتركة التي تأخذ بعدا وطنيا حقيقيا يتعامل ويتكامل مع الأدوار الرسمية والتنفيذية بموضوعية كاملة. نتابع. مما لا شك فيه أن دور الإعلام في تشكيل الوعي والتأثير على المجتمع هو الدور الأبرز والأهم. لطالما كان جوهر الإعلام رسالته في تغيير المجتمع وتفعيل الرأي العام بغية التحسين والسعي نحو التطوير، تأتي ندوة الإعلام والوعي والتنمية بالتعاون بين الأوقاف ونقابة الإعلاميين ومشاركة الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء، والهدف سعي من الجميع للوصول إلى وعي وتنمية متوازنة. هذه الندوة فريدة من نوعها، الإعلام الوعي التنمية، فهذه قضايا مرتبطة جدا. ما لم يكن هناك وعي حقيقي لا تكون هناك تنمية حقيقية. الإعلام كاشف لهذا وذاك، الأدوار متكاملة. هذا اللقاء أيضا يجمع بين المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين وزارة الأوقاف محافظة جنوب سيناء للتأكيد على أننا نعمل معا في مصلحة الوطن. الموضوع اللي احنا شاغلنا كلنا وشاغل البلد وشاغل القيادة السياسية هو استراتيجية بناء الوعي. في الهيئة طبعا أنا رحبت وقلت إن المحافظة مستعدة لاستقبال أي ندوة في هذا المجال. إحنا مستعدين، المحافظة مستعدة كأرضية تستقبل وتساهم في نشر هذه الدعوة. ولأن الأجندة الوحيدة محاكاة الواقع، المسؤولون عن إحداث التغيير في مسار الإعلام يؤكدون خلال الندوة فرض واقع ملموس في مختلف الوسائل الإعلامية تحقق أهداف التنمية والوعي في المجتمع. الدولة المصرية لها شعار الحفاظ على كرامة الإنسان المصري. نتذكر منذ فترة قصيرة كنا مجال لبعض العبارات السلبية، كنا نتحدث عن شهداء المخابز وسكان المقابر وغيرها من العبارات التي كانت تسيء إلينا كمصريين. الآن اختفى كل ذلك. هناك تكامل بين مؤسسات الدولة المصرية فيما يخص القضايا المشتركة، وتحديدا القضايا التي تهم الإعلام المصري هي قضيتها أو هما قضيتها الوعي والتنمية. إذا امتلكت إعلاما صادقا، شكلت وعيا أيضا صادقا، اتخذت قرارا صادقا في صالح المواطن وفي صالح الدولة المصرية، وهو ما يسمى أو ما يترجم إلى مسمى ومفهوم التنمية. أية كلمة خاطئة تتحول بسلطة التكرار إلى حقيقة، لكن مع إعلام مسؤول يتصدى لتغييب الوعي تظل الحقيقة ثابتة دون ما تغيير وإن حاولوا. من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وليد هيكل، التلفزيون المصري.